تفضل يا إبراهيم من القصيم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم. أنا كنت سؤالي هو كنت أنا في غيبوبة لمدة تقريبا أسبوعين من فترة، فهل أقضي الصلاة هذه أو لا؟ والله أسبوعين كثير، إذا كان ثلاثة أيام أو أقل. لا لا، أسبوعين تقريبا 12 يوم أو 13 يوم أو 14 يوم. لا ما عليك الله يا أخي. الحمد لله. يا شيخ أقول ما عليك قضاء، الله يعافيك. آمين. الله يجزاك خير يا رب. الحمد لله على السلامة.